مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم باش نحاولوا نخدموا كيك صحي. دونك لهنا عندي 3 كعبات عظم، حطيت عليهم كيس السكر الكيس العادي تو نوريهولكم اللي نوزنوا بيه. باش نحاول نحط عليه الكيك نتاع اليوم باش نخدموها صحية، باش نعملها بالحليب ومش باش نعملوها بالزيت، باش نعملوها بالزبدة. وكيف كيف باش نحطوا عليها لي فرويساك، باش نحطوا عليها شوية بيبي شوكولا. هكاك نحسوا هكاك الكيك نتاعنا تجي قوية، وكيف الصغير نتاعنا ياخذ ترونش صباحي يتقنع بها، وان بلوس نجمو تخليوه لهم غوتي. باهي لهنا عندي لوز فيلي، عندي لوز عادي، فما زبيب، بيبي شوكولا اذا كان تحبوا تحطوا ولا تصغنوا عليه، وشوية انواع. اول حاجة اخذت 3 كعبات عظم، كيس سكر، رشة صغيرة ملح، باش نخدمهم الكل بالباتر ومن بعد نزيد بقية المكونات. خدمت العظام نتاعي بالقدي ومع السكر، وعملت حطيتي الزيست نتاع البرقدان اللي قاعدين تراو فيها، ماذا بينا في كيك فاوح وبنين. لهنا باش نزيد كيس الحليب، نفس الكيس اللي خديت به كيس سكر، وباش نزيد قلنا باش نخدمو بالزبدة اليوم، باش نزيد كيس الزبدة. وطبعا باش نرجع نخدمهم بالكدي، نزيدو معاهم مغرفة كبيرة خل باش يجي الكيك نتاعنا هشوش، ونزيدو معاهم باكو خميرة وباكو سكر فاني. بهنا مغرفة خل، مغرفة كبيرة هكا، باش سكر فاني وباكو تاع خميرة. نرجع نخدمهم الكل بالباتور بالكدي، ومن بعد باش نزيدهم 3 كيسان فارينة. كي نزيدو الفارينة ما نخدموش بالباتور، نخدمو بسباتول ولا بمغرفة. هنا زدت 3 كيسان فارينة، يلزم تكون يكونوا مغربلين. طيب باش نبداو ندخلو فيهم في الميلانج نتاعنا بالمغرفة ولا بفوايه، انتوما كيفاش تحبو. هكا ريحة البرقدان فايحة بنينة برشا، والفاكهة باش نحطوها من فوق. كي نصبوا الكيك نتاعنا في المول نحطوا الفاكهه من فوق. انا صبيت الكيك نتاعي في المول وخليتها ارتاحت بتاع درايجين باش تعمل لك الكوش الشيحه شويه من فوق، وباش نبدا نحط عليها في الفرويساك. نبدا ساعه باللوز فيلي باش نعملوها مشخشخه بنينه بالفاكهه، وطوا باش نكسر عليها شويه اللوز العادي هذا نتاعنا، اللوز الاحمر العادي، باش نزيدها شويه انواع هذوما كل باش نكسرهم بطريقه هذي. فوالا نحط عليها شويه جلجلان. طوا لهنا باش نخليها تطيب فيها قلح، باش نحطها في الفرن تطيب على 180 درجه. هاو كزدت شويه جلجلان، زدت زبيب نوا، شويه لوز. طوا هذه هي الكيك نتاعي حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل. كيف كيف ما تنساوش اللي جديد في القناه نتاعي يضغط على كلمه سابوني ويفعل الجرس، واللي عنده اي سؤال يخليه لي في كومنتار.